السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنيجي في الافتر وورك وابدا اظبط الصفحة بتاعتي. ممكن اقول له فايل واقول له بيج سيت اب، ممكن اقول له انا عايز هي صفحة واحدة بالشكل دوت فوق راسي. كاتب عندي صفحات بالشكل دوت، دي بيقول ان دي نسخة تجريبية. اجي هنا اقول له بيج سيت اب واقول له انا عايزهم ثلاثة في الافق وثلاثة في الرأسي. شو بيج باوندري الحدود بتاع الصفحة، شو بيج بريكس التقسيمات، شو ووتر مارك لو في ووتر مارك موجود. طيب التقسيمات ممكن تقول له انا عايز تبقى صفحه ايزو اي 1، هيبدا هو يقسمها لك. في كسور طبعا موجوده. طيب وبعد كده ممكن تقول له بالمليمتر او بالانش عشان تشوف المساحه بتاعت الصفحه تبقى قد ايه، تبقى حاجه بالشكل دوت. طيب لو انت عايز تظبط بقى السايز بتاعك، هتيجي هنا اللير سكيل، تقول له مثلا عايزها بالمتريك 1:1 او 1:4 وهكذا، او بالامبريال، او تقول له بقى النسبة والتناسب. والبيج سكيل ممكن انت تكتب مثلا 1:75 مثلا، كل الليارات مثلا، فيبدأ يظبط لك السكيل بتاعك.